انا خويا ايليا انا صوت انا شاب غبور هذا يا سيدي كانوا بكم انا خويا ما اخباركم شخوش ما شنو موين سيم ما انا مسكين سيمو نظيف لا لا بس جوج مليون درهم مرا هذا مسكين ابو مرض خايف فين هو السيمو معاه مسكين تابع غرام ايوه باش ياخذ لا ما قال لي بنادم راه رايد داو قال لك انا رايد داو اش عندك اختار الشكل هذا تجيب لي وقتها يا شادي ايوه بقى ضمك السيمو وادك ديما معكم يساعدنا مع الوضع لا
هذيك الحومة لا فيها البيك تيماس بالرب. شوف أمي تيماس شوف أنت تولي أنا راضي أش غادير أشوف أبدي أتصرف شوف غادير أتصرف أنت هذي كاظم عندي غادي غادي وحدة شير هذيك الحومة تا هو كدا راه شيقة راه تيصرف يا سير انت سير انت تصرف لما قال انا شفت لعندك صافي مشات اشعر منك لما تليفونك انا فينا ديال كوبي يا عتيم انا في الجامع انا فوقات ندير صرفهم وندوز عندك هي صافي يلا كل عام وانت صحاب انا فين الرجوله بخير بخير مليح اجنو انت خبرتك الريحه بدات لا اشنو واحد لعبه واش غادي مشي تشوف كي دير دير له شي نصبه وجيبو له عندي صافي مشات عندك وعلي صافي يلا تقاش على السيره ما يبكي صافي ديما هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ديرها 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 عاود لي على كيفاش يقدر اشكر ليدي ما تخافش اخويا راك شنو اشنو نقرت عليك امانه ولا مازال اخويا قالوا لي ولاد الحومه وكذا بنا يدوزوا لي هذا النهار وكذا المهم انت ها هو معاك فاسي ما تخافش انا اللي مراكش انت فاش الشتاء غادوزها له ما تخافش راه داكشي راه ماشي معاه في والو راه داكشي اللي نقصوا له منه نقدروا نوصلوا له حتى 100 ونص راه نقدروا نوصلوا له حتى 100 الله يحفظك الله يسلمك الله يحفظك يلا انا اقول لك Thank you.
حسين بخير اخويا هاني مزيان سالي الله يحفظك يسرك اشي وانظر هذيك الوالده ديالك برات مزيان اخويا راه باقا في المستشفى وزي ما دارش العمليه لا اخويا مازال لك واحد اشرف بخير تعرف واحد صاحب وصاحبو تعرف شي سمح لي اخويا نجاوبو الو كيفاش وليده Thank you.